This is Abu Simbel Temple. آه تعالى 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 اشرب عندنا أي حاجة والنبي. تعالى أعمل لك سندوتشات. تيشيرت تيشيرت. نصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح وكل عام وقت المرواح بتبقى مش عايزة تروح. مش برضو من هي؟ أنا من سوريا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا اهلا بسوريا وباهل سوريا. يعني عادي ان في سياح سوريين وجايين مصر يتفسحوا. حضرتك تحب اجيب لك حصان مثلا ولا مثلا اجيب لك جمل ولا عايز ايه؟ دخيلك خيي شو هالحكي؟ انا ماني جاي هون اتفسح، انا جاي هون ادور على شغلي. جاي ادور على شغل. كنا لقينا احنا شغل يعني الاول. يعني معلش ربنا يعينكم على اللي انتوا فيه ويعديكم منها على خير يا رب، بس احنا ما نقدرش نساعدك في اي حاجه، احنا مش لاقيين شغل اساسا. طب اقطع شاورما؟ للاسف ما عندناش شاورما هنا معلش. طب ادبلج مسلسلات؟ والله لو في ايدينا حاجه نساعدكم يعني مش هنتاخر ابدا. يعني عندنا في السياحه مفيش، ممكن في بقيه البلد ربنا يكرمك. طب اغني؟ تغني؟ لا جد يلي ما بتاكل عظيام عيد الجوده المصريه تتميلة لبنانية حج اللجنة المصرية. ده بقى يا عيني بيغني حاجة هو مش فاهمها يا عيني. طب وبعدين يا جدعان؟ الواحد اتخنق من قلة السياح ده، حتى الواد اخويا بيقول لي ما تيجي تقف معاه في السوبر ماركت بدل ما انت نطع كده. طب ما تروح يا ابني تقف معاه بدل ما انت نطع كده. وهي بالوقفة يا فيشاوي ما اكيد برضو مزنقة معاه يا عم. ايوه بس برضه السوبر ماركت اشتغل فيه لغايه ما ربنا يكرم في موضوع السياحه. يعني مثلا السوبر ماركت ده على فكره ده اساسا مشروع فرعوني من ايام قدماء المصريين. ايه ده؟ هو كان في سوبر ماركت ايام الفراعنه؟ امال ايه يا ابني؟ ده اول اختراع اخترعوه قدماء المصريين ايام الفراعنه. ما انت عندك مثلا الاله كيري. ده اله ايه؟ ايوه اله الجبنه. جبنه؟ ابو الاله لافاش. انا اسمع ان كان في اله اسمه بوزا. ايه ده؟ الاله بوزا. اله الايس كريم. لا يا ابني الفراعنه دول كانوا سابقين وقتهم يا ابني، سابقين وقتهم. انت ما كانوا بيفتحوا اي مقبره مش كنت بتلاقي مثلا جنب التابوت حاطين بقى ايه؟ رز وحاطين سكر وحاطين اكل وشرب وكده. هتلاقي الكارت بتاع السوبر ماركت على طول. لا تاريخ، انا بشرح لكم تاريخ. الله عليك. لا امال ايه يا ابني؟ على فكره احنا كمان نعرف حاجات عن الفراعنه وكده. انتوا تعرفوا الفراعنه؟ طبعا. انت بتاع الشاي وده بتاع سندوتشات وده بتاع فانيلات، انا الوحيد يا ابني اللي بفهم يا ابني. لا نعرف حاجات عن الفراعنه. تعرف ايه؟ انت تعرف ان الفراعنه دول هم اللي ورثوا لنا الشحاته؟ الشحاته؟ ازاي؟ ركز في مشيتهم، كانوا بيمشوا ازاي؟ كانوا بيمشوا كده يقول لك حاجه لله حاجه لله، ولما حد يديهم حسنه يقولوا الحمد لله.